إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كلياتنا بنعرف نحن إنه إذا عطيت بإيدك اليمين ما لازم تدرى إيدك الشمال. وكانوا أهل الأول وقت يمشوا بالحارات يزتوا على الأساطيح على البرندات الصدقة تبعهم، وما يقولوا لحدا، يطلع صاحب الحاجة يشوفها على البرندة، يشوفها على الأسطوح أو بأرض الديار ياخدها ويمشي. بس اليوم نحن عم ننجبر بعض الأحيان للتصوير، وفي ناس كتير ما عم تفهم هالموضوع، عم تقلبه شيء تاني على كيفه ومزاجه. الناس مو على كيفك ولا على مزاجك، الناس كل واحد له تفكيره. احترم تفكير الكل، بتمنى منك. والنبي قال عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظا، عفوا رب العالمين قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا أخي بتمنى منك أنت وغيرك، أنا من عندي مسامحك، الله يسامحك دنيا وآخرة، بس بتمنى للآخرين. هي الأفكار يعني بتمنع الصدقات عنك وبتمنع الصدقات عن الناس المحتاجة. بتمنى تكون هين المؤمن، هين لين كيس يألف ويؤلف. هذا المؤمن لا يلا وما بيصير ولا تصور ومدري شو. لك يا أخي أنت حدثت الحادثة، اتصلت فيني قلت لي ليش هيك صار، وأنا قلت لك المبرر، بعدين انت لا عيب يعني نطلع نحن والله يلا حمينا وهيك ومدري شو، فلان عم يطلع ويعمل سيلفي. بدي اعمل سيلفي يا اخي، الناس مبسوطه والناس مكيفه والناس متمنيه تطلع على القناه لعندي، عم تقول لي انا طالعني، انا رايح لفرح قلبهم اصلا، ماني رايح لدايقهم. عم يقولوا لي مشان الله سيلفي وطلعنا معك ابو عمر بالكاميرا، وفي واحد بيناتهم كلهم ما طلع، يا لطيف شو زعل، ويقول لي كلهم طلعوا الا انا الا كذا. لك حبيبي نحن منفرح قلبهم بسيلفي، منفرح قلبهم اذا طلعناهم على القناه عنا، منفرح قلبهم اذا اخذنا شيء. مو غلط، مو غلط. بتمنى ما بعرف شو بدي احكي، الله يصلح الحال احسن شيء، وشعبنا لا تحطوا الا لهالقصص والمجادله والخوض وعطي، وان عملت خير ليش عملت خير، وعملت شر ليش ما عم تخلص معه. يعني صورت ليش صورت، ليش عم هي ليش عم تمننا، ليش عم تعمل ليش كذا. اذا ما صورت كذاب، ليك الشاحنة فاضية، كشفها كشفها راح تصب الحارة الثانية الشاحنة. يعني ما عم تخلص بكل الأحوال، يعني الله يصلح الحال أحسن شيء.